5 9 15. طيب كنت 20 باي ذا واي، بس في واحد انسحب. بعض جمهوركم مألوفي، أنا أدرس لبعضكم بما أنك أندرجراتيوت مظبوط، والبعض جديد. أنوي أدرس للجميع. أترككم تشتغلوا بالخير في حدا بدكم تدرسوا بدرسوا في المنشأة الدروسية. عبد الفتاح زميلنا. طيب خلينا نحكي اليوم عن موضوع الكورس. طلعت على اسم الكورس، اسمه خلينا نحط الاوتلاين. طبعا هذا لينكس، الطلاب اللي اخذوا معي بعرف ان انا مباشر باللينكس، بالتالي كل شغلي على لينكس. طيب ليتس جو بس كويكلي اوفر الاوتلاين عشان تعرفوا وات تو اكسبكت. ايه بعت لهم الاوتلاين للطلاب؟ بعته اليوم. So basically إدارة استرجاع الأرباح، anyways بالإنجليزي، Web Data Management تصير. حدا عنده خلفية عن الموضوع؟ يعني حدا قرا شوي أو بمجال عمله عنده خلفية عن الموضوع؟ ما حدا عنده خلفية بالموضوع؟ ولا حتى مجال عملكم ولا حتى ب anyways رح نحكي بس عن الويب. So that will be our main goal. على الأقل بالجزء اللي رح نحكي فيه الكون هو تقريبا من 3 أقسام. أنا رح أكون مسؤول عن قسم، القسم الأولاني اللي هو part 1 دكتور مصطفى will handle part 2 and part 3. Basically part 1 رح يكون جزء منه كتير عملي، رح يكون له علاقة بالـ XML. أعرف أميل بالـ XML، اشتغلت فيها، you know what it is, you know. لا اوكي، انا وزيتها رح نحاول نمشي بشكل يعني يلف الجميع، اللي بعرف واللي بعرفش. فراح نحكي ناخذ اول شيء البيسكس على XML، فاللي بعرف شوي يمكن ويجيت فورد، بس ماشي الحال نتحملها لحال نوصل لكل المستوى واحد. رح نحكي بعدين على الدوكيمنت تايب ديفينيشن. هلا قولوا لي اذا سامعين هذا الفوكابلري. اوكي سامعين بالXML سكيما، سامعين بالXPath والXQuery والXLink. اوكي do you know how we can part the XML files بالساكس او بالدوم؟ اوكي لا اوكي بس هو احنا انويز احنا هون عشان نتعلم. فلا انا دوري اعطيكم الكونسبتس العمليه. اوكي تدخل بعدين مور انتو السيمانتيك ويب مع دكتور مصطفى بالجزء الثاني والثالث. So basically أنا تقعدوا معي 16 ساعة، يعني بما معدله من 5 محاضرات، okay. including الحالية، بعدين 3 محاضرات مع دكتور مصطفى على السيماتيك ويب أي ثينك، الجراف داتا مودلز، بعدين مع الداتا انتجريشن ويب بيبل. So the biggest bulk actually راح يكون الجزء الأخير هو ال 20، بس أنا بس مقسمين ثلث إلي وثلثين لدكتور مصطفى. في ناس بيعرفوا قوي وقد ايش؟ كم واحد؟ 1 2 3 4 5. بعرف محمد جاي الدين بس مش موجود، 6 يعني نحكي على ثلث او ربع. اي محمد ثلث او ربع طلاب بيعرفوا اول وقد ايش؟ فبالتالي انا مش عارفهم بشكل سريع، مش معناته هذا الكلام اللي ما بيعرفهم، مش لا بشرحهم، بس كمان فيهم تصوير محاضرات كامله تقدروا كمان تحضروهم، بس يعني حنمشي فيهم بس ساعات، لانه بدي اركز على اللي اخذنا ما حدش اخذه، سباركل، سباركل ال اللي هي الكويري لانجوج تبعت الار دي اف، وفي اللي هو الار دي اف ستورز، يعني جراف داتا بيس، هذه بسميها جراف داتا بيس، هاي حنركز فيها هون. زي ما حكى دكتور حنا، يعني هذا 3 داتا موديل، جراف داتا موديل، وبعدين بنبلش
الاشياء اللي هي مثلا بنسميها سوليوشنز، معلش حتى احط لها داتا انتجريشن اند ريتريفر سوليوشنز، زي مثلا شو داتا انتجريشن، كيف ممكن نعمل او قدامنا اوفر فيو عن شو السوليوشنز بشكل للداتا انتجريشن، الدي جنرال سنس، انا بحكي داتا انتجريشن بالدي جنرال سنس، سواء كان داتا بيس انتجريشن او ويب داتا انتجريشن او ما الى ذلك. بعدين في احد الطرق اللي نسميها جاب ولاب داتا انتجريشن سيناريو، يعني جلوبال فيرست لوكال داتا انتجريشن. بعدين في اللي هو اللي بيعرف ار دي اف، ولا نحكي عنها كيف نعمل داتا انتجريشن في ار دي اف، شو معناته اوبن لينك داتا. جزء انا اللي حضر معي محاضرات ومسكات سابقه جزء طرقت هاي القضايا بس بشكل سطحي جدا جدا جدا، يعني كلمتين كنت احكي عنهم سلايد واحد، يعني هون بنحكي عنه بطريقه عامه. ال ار دي اف اي والماشابس، كيف تعمل سيمانتيك ويب بيجز، كيف وشو هو الداتا ماشابس، يعني بعدين عن الـ Identity Management على الويب. الـ Identity مش بس للناس، الـ Identity لأي Entity، شو Entity يعني شخص، سيارة، ويب سايت، قطعة أرض، أي شيء الدنيا اسمه Entity. فكيف نقدر نعمل Identity Management Globally. بعدين Social Open Graphs اللي هي تعرف الفيسبوك، تعرف الفيسبوك عنده اوبن جراف، في حدا العام عمل عنه سينمار ممكن في الساعة محمد، حنشكر فيه بطريقة أكثر، بتأمل إنه تبنوا عليه أبليكيشنز. لما نحكي أوبن سوشيال جراف تعرف مثلا الفيسبوك جراف، الشخص هو نود، البوست نود، الجروب نود، كل شيء نود، بس النود هاي مش معروف شو نوعها، بس معروف الشخص، بوست جديد الفيسبوك اللي شفتوه عمل لما تيجي تعمل بوست بيعمل لك اوفر او ايفنت. طيب لو بدنا نحكي عن اشياء اكثر، اوبجكت، لو بتحكي عن جامعه، لو بتحكي عن مدرسه، لو بتحكي عن شركه، لو بتحكي عن كل هاي الاشياء بالنسبه للفيسبوك لا زالت هاي يعني بنسميها unnamed entity. That's just a node. فلما احنا نشوف جراف والنود هاي فيها تايب، فيها تايب، نقدر نستعمل فيسبوك بطريقه افضل بكثير. هيك الفيسبوك طبعا بيطمح، او مش هذا الفيسبوك، just a new trend، هذا نيو ترند عام كله. يعني تطبيق هون بالذات في المودرن سيرش انجنز، كيف سيرش انجنز الجديده بتفكر والترندز الموجوده فيها. وفي اخر شيء برضو بدنا نتطرق ل اللي هو النو اس كيو داتا بيس. طبعا النو اس كيو داتا بيس بتعلم هذا مصطلح يعني صناعه في عالم الابحاث، ما اسموش نو اس كيو داتا بيس، في شيء اسمه جراف داتا بيس، في شيء اسمه اكس ام ال داتا بيس. ففي كثير يعني المقصود في نوع من الداتا بيز انه شو طرق تخزين الداتا، يعني مش في الداتا بيز، مش في الريليشنال. حنطرق هذه الاشياء زائد حناخذ سلكت توبكس. بالنسبه للامتحانات دكتور حنا بتحب تحكي شيء عن امتحانات؟ يعني اذا كنا حاطين فرست سكند وثيرد مش عارفين يعني هم رح نعمل منهم. حتى الجزء الاولاني فكرنا نعطيكم بروجكت ويخطوه بجريت على البروجيكت and that's good. هلا عادة الطلاب بحبوا هيك لأنه بقول لك اوكي انا هيك فيس مع الاستاذ بطاطا حنوية بصل على العالم احسن. اوكي فا if you like that you can do that. الجزء الاولاني على الاقل تطلبوا فيه الامتحان او البروجيكت and then you are done بالنسبة للجزء الرايت. اوكي بعدين الجزء اللي بتطلب وسطه probably you have to go through an exam او انا ما احتاجش final exam لاول مرة مش فاهم. بعرفش هذا الشيء اللي بيعمله الطلاب ما بحبوش. شو رايكم؟ احسن يعني مشاريع؟ لا احسن يعني مشاريع. مشاريع. يعني دكتور حنا بدك تكون تيست اكزام ومشروع او مشروعين يعني بنقول مشاريع. وحسب مجال مش مشروع بروجكت مع اس. احسن من هذا. بدك تمتحن بدك تبرايس
هلا انا ببعثي عاده من سكند اكزام ريتن وثير بحاول اني اعمل صوره فيش كثير مادة عملية هو بزبط وبحط الفاونديشن للمادة العملية
بس المدى العملية أنا جايبها من برا. هلا ناخذ باد نيوز لهلا كانت كله جود نيوز. ناخذ باد نيوز التست بيت تبعنا رح يكون على لينكس. فاي هوب يو اول فيل ات ايز ديلينج باللينكس اوبريتنج سيستم. وراح يكون البروجرامينج لانجويج على الاقل انا رح استخدمه بيرل. سامعين فيه بيرل بروجرامينج سكريبتنج لانجويج زي الشل. حدا بعرف الشل؟ اوكي البيرل سكريبتنج بس مو بورل. هذا جود نيوز لانه يعني انا طلعت جزء تحضرها معك. أنا بس يعني في كثير ناس بدأوا بعد نيوز عشان بيجوا راح تصرفوا أولها راح تكرهني بس في الآخر خوفه اللي راح تقول لي ثاني. مو دائما هيك لما بتعب طالب سبعة أستاذ ولما تخرج بقول والله أنا استفدت من المادة يعني. فنحن نحاول يعني تغير الويب داتا مانجمنت راح تعلموا بيرل راح تعلموا على نفس الفكرة صوف اللي داخل كان عنده سؤال. إذا ما حدا عنده سؤال بي كان في بس هاي الرول بتاعت المادة تقول انه بشجع انه كل الناس يجيبوا لابتوباتهم في المحاضرة على كل جزئية ممكن يطلب اللابتوب يجيبوه معهم. عملي جدا الموضوع لانه الطلاب اللي قبل جربوا معي وكانت عملية جدا. حضور المحاضرة اجباري الغش ممنوع ان كيس ما كنتش عارف او اذا بتعمل اي كوبي بيست بدون اي توثيق علمي حقيقي زي ما هو موظوف في المشروع اذا غبت عن اي امتحان او مشروع او خاصه امتحانات فيش ميك اب على كل جزء انا بعملش ميك اب لو عندك او يعني فيش ميك اب يعني بعمل بالتحضر إذا رن جوالك وبدك تقوم ترد يعني مضطر جدا تقوم بدون ما على كل جزئية أنا أعمل كورس تقوم بدون ما حد يشوفك أهم شيء ولا تحرك الكرسي ولا تعمل أي الأوفيشال كوميونيكيشن أوفيشالي ثرو ريتاج أو ما نحكي إحنا في الصف يعني مش شرط مودي على ريتاج ممكن نحكي شيء مثلا بكرة الامتحان أو أي تعميم. هلا في جروب للفيسبوك على الفيسبوك للمادة في بعضكم اوريدي عليه هلا وهي اللينك عليه بتقدروا تضيفوا حالكم يعني هذا انفورمال كوميونيكيشن لاشياء سريعه جدا الان وبدنا نضمن نطمح انه نسجل برضه الماده هاي على الفيديو وتكون افيلابل للي كمان بحب يروح يحضرها كمان مره. اوكي هذا ملاحظه اوكي.